جمهور الزمالك ليه حق كبير علينا جدا. انا كنت سعيد جدا امبارح بالملحمه اللي انا شفتها من جميل الزمالك، حسيت ان في معناها ايه، يعني ان الناس واقف حاسه ان الزمالك فيه كتير، مع ان رغم مالوش حاجه ولا لعبنا بطوله ولا جهزنا حاجه، لكن حسيت ان الجماهير حست ان خلاص الزمالك راجع لطبيعته. وان شاء الله مع المجلس الجديد والزملاء اللي معاه كلهم، كابتن حسين لبيب، كابتن هشام نصر، كابتن الدكتور حسام مندوب، يعني شكري، يعني بيرزي، عمرو الادهم، محمد طارق، نيره، الاحمر، احمد خالد، كمان رامي، كلنا في حد نسيت في الاسماء الست. انا حسين السعيد، ان شاء الله ربنا كرم يبقى اخويا موضوع الكوره. احنا القايمه تضم ناس كرويين كره القدم، مهتمين كره القدم، ناس في العاب الصالات كلها، ناس في الانشاءات، ناس اجتماعيين، ان شاء الله ويقعد لما نصلح، واحنا كلنا في الاخر بنتبارى لخدمة نادي الزمالك. رسالتك لأعضاء الجمعية العمومية، الجمعية العمومية رسالتك لهم كلهم ايه؟ رسالتك لأعضاء الجمعية العمومية. سليمان لما بيجي بيقاتل بكل ما قوته من قوة، هنسعى وربنا يكرمنا، ربنا كرم وكتب لنا النجاح، هنكون او حتى ما تبقاش نجاح هكون في ظهر نادي الزمالك. ولينا تجربه قبل كده مع جمهور نادي الزمالك واعضاء جماعه في نادي الزمالك، ان شاء الله نادي الزمالك في جاي في الاحسن على المستوى الاجتماعي والانشائي والرياضي. انت رسالتك لاعضاء الجمعيه العموميه تقول لهم ايه؟ اعضاء الجمعيه العموميه لهم ناس محترمين جدا، عندكم فرصه كبيره جدا تختاروا مجلس متناسق، مجلس يحقق طموح اعضاء الجمعيه العموميه، مجلس يقدر يخلي نادي الزمالك في حته ثانيه، لان مكانه نادي الزمالك على المستوى العربي والافريقي والعالمي المفروض يبقى احسن من كده بكتير. ان شاء الله اطمنكم بمجموعه المجلس اللي معانا والزملاء المقدمين ان احنا كلنا هنسعى في ايد واحد، حتى لو ما حصلوش التوفيق ان احنا نستعين بكل الناس لرفع اسم نادي الزمالك على المستوى الانشائي والاجتماعي والرياضي.